بسم الله الرحمن الرحيم. من حق شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ومن حق أي مقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحتفل بيوم العلم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوجيهاته الكريمة لرفع علم دولة الإمارات على كل بيت وكل مؤسسة. وإحنا كإندكس القابضة كمؤسسة وطنية نحتفل اليوم برفع العلم مع أكثر من 42 جنسية يعملون ضمن عضوية إندكس القابضة. فأنا كلمتي موجه للأعضاء في إندكس القابضة أن يكونوا فخورين يشتغلون في إندكس كمؤسسة وطنية، وهذا فخر اليوم الكل يحتفل ويكون فخر لنا، ومن حقنا أن نحتفل بهذا الشيء ونفتخر وين ما نكون إندكس، سواء كنا اليوم كل فروع إندكس يحتفل من كوريا إلى الكويت إلى أوروبا إلى وين ما احنا متواجدين، في نفس الوقت احنا نحتفل برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة. فهاي أنا ما أعرف كيف أعبر عن شعوري وعن فرحتي اليوم في إندكس القابضة، كل يعني أكثر من 400 عضو اليوم أعضاء في إندكس القابضة نحتفل بهذا اليوم. فنبارك هذه الإنجازات وتهنئة خاصة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه، ونائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأعضاء مجلس الأعلى للاتحاد بهذه الإنجازات الكبيرة التي حقق تحت راية علم دولة الإمارات العربية المتحدة. وإن شاء الله دائما العلم هذا مرفوع على كل بقاع الأرض لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووحدة الشعب مع القيادة الرشيدة لتحقيق إنجازات الكبيرة اللي حققناها.